الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسم في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله سراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تفسير رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسم في الرؤيا. ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسم يبشر صاحب المنام بأن له مكانه ومنزله في الجنة إن شاء الله تعالى. الرسول عندما يكون مبتسم في المنام فإنه يبشر صاحب المنام بتعدد الأخبار السعيدة القادمة إليه في القريب العاجل. ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم في المنام قد يكون من علامات قيام صاحب المنام باتباع سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم عابسا في المنام. الرسول لو ظهر عابسا في المنام فإنه يكون من علامات التحذير لدى صاحب المنام الذي يقوم باتباع وممارسة المحرمات وارتكاب الذنوب والمعاصي. يرى بعض المفسرين إن ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم عابسا في المنام يكون نتيجة دخول صاحب المنام في مشكلة كبيرة بسبب التسرع في القرارات التي يتخذها. تفسير رؤية الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يشير إلى صلاح أحوال صاحب المنام ووصوله إلى أحلامه وغاياته. يؤكد مفسرون الأحلام أن الجلوس مع الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر صاحب المنام بالفرج بعد الضيق في حياته. الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام الشخص الذي يدرس تكون من علامات تفوقه بجدارة هذا العام والحصول على الدرجات النهائية في دراسته. تفسير حلم مصافحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصافحة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا تدل على تحقيق صاحب المنام الأمنيات والأحلام الصعبة التي يسعى إليها. لو كان صاحب المنام مريض بأحد المشاكل والأمراض الصحية فإن رؤية الرسول في المنام تبشر صاحب المنام باقتراب الشفاء بأمر الله تعالى. لو كان صاحب المنام مديون فإن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشر هذا المديون بسداد الديون. والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.